السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. اليوم نتكلم في موضوع حكوا معي يعني بعض المراجعين، طلبوا مني أن أشرح معلومة معينة عن الفرق بين الشرايين والأوردة بشكل عام بالأطراف أو بقدم السكري اللي بتصيب بتيجي عند المرضى أو المرضى عندهم جروح شريانية أو وريدية. شو الفرق بينهم وشو الفرق بين اللي هي الجلطات، خلينا نحكي، أو تضيق الشرايين أو جلطات الأوردة، شو الفرق بينهم؟ أول شيء عشان نفهم القدم بشكل عام الساق، طبعا ما بدنا نبدا من فوق التروية من فوق، لا نبدا من الساق من عند الركبة هي وتحت. الساق بشكل عام بينزل فيها ثلاث شرايين اللي هي باللون الأحمر اللي شايفينها، هذا بنسميه أنتيرا تيبل أرتري، بيجي أمامي. طبعا الرسم شوي إن شاء الله تكون واضحة. أنتيرا تيبل أرتري يعني شريان الساق الأمامي، والسيرير تيبل أرتري اللي هو الساق الشريان الساق الخلفي، وفي البيرونيال اللي هو بشكل جانبي بيجي من برا الساق. هذول الثلاث شرايين بينزلوا، طبعا بيكونوا كلهم متفرعين من شريان رئيسي فوق اسمه البوبليتي اللي بيجي خلف الركبة. بينزلوا هذول الشرايين، وإشي بيجي من فوق القدم ويجي من تحت، بتحدوا بيعملوا آرش، يعني بيعملوا زي القوس، بيغذي القدم مع الأصابع من فوق قوس ومن تحت قوس، ووزعوا الدورة الدموية على الخلايا الموجودة، العضلات والأوتار والأمور هذه بهذا الشكل. لأن هذا الدم اللي في الخلايا بيرجع عن طريق شيء اسمه الفينز أو الأوردة. هاي الأوردة هي باللون الأزرق، في أنتيريا وفي بوستيريا تيبيال فينز، لكن في كمان شيء اسمه اللي هي السوبرفيشال فينز اللي هو الأوردة السطحية اللي احنا بنشوفها على الإيدين على الإجرين، اللي بيجي اللي هي زي مثلا اللي بنسميه احنا السوبرفيشال سافيناس فين، أو في طبعا جريت سافيناس وفي سمول سافيناس فين. هذول فينات أو أوردة بتكون سطحية تنشبك مع الأوردة العميقة اللي بتيجي مع الشرايين. فبيبين عند شرايين أنا أوردة سطحية وأوردة عميقة، في بيناتهم بيكون في أوردة متصلة بنسميها البروفوريتر. الآن هذا النظام اللي هو الدموي اللي بنسميه احنا نظام الأوردة والشرايين بيخضع على هاي الطريقة، إنه هي بينزل الدم من فوق بيروح على الخلايا، من الخلايا بيرجع مرة ثانية عن طريق الأوردة وبيطلع لفوق. الأوردة تركيبتها بشكل عام فيها صمامات اللي بتيجي من تحت، هذا الصمام بيشتغل بهذا الشكل بحيث يسمح للدم يطلع لفوق لكن ما يرجع مرة ثانية لو بيغلق الصمام، هاي بنسميها الفالفز. الشرايين ما في صمامات. شو اللي بيصير في بعض الحالات لما يكون في تضيق شرايين؟ ليش احنا مرات بنفحص المريض اذا في عنده مشكلة بالشرايين او دموية شرايين او أوردة؟ الشريان اللي هو شايفينه احنا باللون الاحمر يكون الوول تبعه او الجدار تبعه سميك، بصير مرات تضيقات كالسيوم فات ديبوزيشن دهون. هاي التضيقات مرات بتكون طويلة، بتكون 5 سم و 10 سم، بتسبب لتضيقات جوا الشريان، فالدم اللي بينزل بصعوبة هون، يصل لمراحل بعض الأحيان بيكون في ستينوسس تسكير كامل. هذا اسمه تضيق شرايين أو انسداد شرياني. كيف نشخصهم؟ ممكن نعمل فحص نسميه الـ ABI اللي هو الأنكل بريك البرشر إندكس، نقسم نفحص الضغط في الذراع والضغط في تحت في القدم أو في الأنكل في المفصل اللي هون، وبنقسم الأنكل قديش بيطلع على البريكيال على الضغط اللي في اليد، بيطلع عندي تقريبا قديش في الفرق، لازم يكون واحد تقريبا، هذا هو الطبيعي. الآن ممكن أعمله فحص عن طريق الأرتيريال دوبلكس ألتراساوند، دائما أنا بطلب مرة صور أرتيريال دوبلكس، يعني صورة سونار ملونة للشرايين مش للأوردة. الآن ممكن نعمل فحص ثاني بنسميه سيتي أنجيو، كثير أطباء الشرايين بيطلبوه لما بدهم يعملوا تداخلات جراحية أو القسطرة يبلشوا فيها. طيب الآن الأوردة الوريد زي ما احنا شايفين اللي هو الدم الراجع بيكون التسكير فيه تضيق، ممكن يجي عند الصمامات، هاي بيعمل ثرومبس يعني بيعمل خثرة، هاي بنفحصه لما يصير عنده جلطات بنسميه جلطات الساق أو الـ DVT Deep Venous Thrombosis، يعني Deep يعني عميق، Deep Venous Thrombosis يعني جلطات وريدية عميقة، لأنه الجلطات دائما بتكون بالأوردة العميقة. فعشان هيك لازم نميز بين مشاكل الشرايين ومشاكل الأوردة، وكل واحد له طريقة في التعامل. هون أنا ممكن أعمل قسطرات مباشرة، ممكن أعمل شبكات أركب شبكات أو بالون، هون ممكن مباشرة أمشي المريض على هيبارين كميات عالية، بدخل المستشفى وأعطيه كمية هيبارين بوش أساس أفتح هاي الإيش الثرومبس الموجود. فالتعامل مع هاي غير مع هاي، فرق بين الشرايين انسدادات الشرايين وفرق بين جلطات الأوردة، كل واحد له طريقة في التشخيص وطريقة في العلاج. فها حبيت أنوه النقطة هذه عشان ما يخلطوا الناس بين الانسدادات الشريانية والانسدادات الوريدية. وأهلا وسهلا فيكم، شكرا لاستماعكم.